قرية الانتصار في ناحية الرشدية شرق العاصمة بغداد. منذ عام 2003 إلى الآن يعاني سكان تلك المنطقة من نقص الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء وتراكم النفايات، مما أدى إلى انتشار الأمراض الجلدية. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير. هسه هذه منطقة سكنية، شوف هاي محلات الناس، شارع 25 في قرية الانتصار أو ناحية الانتصار، وشوفوا هاي الوضعية ما هاك. شوف هسه هاي شلون شمرة الزر، شوف هاي مكب النفايات، هذه داخل منطقة الانتصار، هذا قرب الملعب اللي صاير شارع 25 قرب الملعب، وهاي المكان اللي هنا هسه صار بنفايات. انا بدي اصوركم اياها هو هذا المكان، وهسه راح اصوركم مناطق اخرى. هذه مياه آسنة، اكو بوري مكسور، شوف هسه هنا اكو بوري مكسور ما حدا مصلحه، هذه النفايات توصل للشارع، الفيضان بالشتاء يصير لحد الصبات. هذه الوضعيه هنا، وهم هنا منطقه سكنيه تعتبر، هنا اكو نفايات ايضا، هاي بصف البيت. هاي داخل منطقه سكنيه، نفس هاي كلها سكن، شوف عوائل كلها عوائل. هذا الشارع اللي خلف السوق، سوق الرئيسي باع، شوف النفايات، شوف هذه قطعة مستغليها كلها نفايات، ها طبعا كلها أمراض وجراثيم حشرات. هاي أيضا داخل قرية الانتصار، طبعا توغلت عدة أماكن. شوف هسه هنا هذه شالوها، هذه شالوها، شوف هسه هذه نفايات، هذه نسويها ساحة لكرة القدم، لكن مياه آسنة هنا بالنص، هذه مياه آسنة كلها طبعا قزيز نفايات. هذا كلاب، هاي حتى هذا واحد من الكلاب نايم هنا، يعني كلاب سائبة، هاي من ضمن المعاناة اللي حكيت بيها قبل. وشوف هاي النفايات، هاي النفايات هنا، شوف هسه راح اكبر الصورة، شوف هاي النفايات، هي هذه الساحة، وطبعا بالصفحة المقابلة النفايات أكثر بعد، لكن أنا أحاول أصور مقتطفات. هذه أحد الأزقة داخل قرية الانتصار، شوفوا هسه هذا المنظر، هذه هنا بيوت استوى بانيها جديدة للمعلومات، هذه منطقة سكنية، هسه هذه منطقة سكنية. شوف هسه هنا النفايات، هاي اللي ما حد يجي يشيل، شوف باع هذا بيوت باع، شوف النفايات اللي موجودة، هذه ما انها حل، يعني هذه يشيلوها يحرقوها ترجع نفس المكان. المعلومات اشوف هسه من حارقين النفايات مأثر على هذا البيت الجديد، هذا البورد مات الكهرباء الرئيسي حتى محروق. هذه ايضا داخل قرية الانتصار، تكرمون النفايات باع الطريقة، هذا ببداية الطريق مالته، يعني هو المدخل للسوق، شوفوا هاي النفايات، شوف هنا هذا بزل بالنص، ماكو اي شيء لا تنظيف ولا ترتيب، وعلى طول الشارع النفايات هاي. طبعا هسه لو اشوف الشارع من بدايته، اول ما تدخل انت ناحيه الانتصار بدايه المدخل، هاي النفايات بهالطريقه على طول الطريق، فانا احاول اصور هاي المقتطفات حتى اشوف المسؤولين يشوفون بعينهم الوضعيه، خدمات بلديه معدومه. هذا هو طريق المدخل هسه مقابلي صاير، هاي اللي تجي على الصفحه، وما تجي تدخل على الصفحه اليمنى كلها نفايات من البداية حتى النهاية، إلى هاي يسموها السيلاوية، هاي كلها نفايات. شوف هسه احنا من نجي ندخل، يعني واحد يجي يدخل للسوق شي يشوف، يا منظر يشوف مثل هاي النفايات كلها هنا، شوف شوف هاي كلها النفايات، هذا هو مدخل السوق. هذه الجملونات اللي حكينا عليها من صارت التظاهرات والاحتجاجات، هذه ذبوها مياه آسنة تكرمون حتى كلاب تعيش بيها، وأيضا هناك نفايات يشمرون. هاي بداخل المناطق السكنية، شوف هنا كلها بيوت بيوت، هاي هنا محلات، هذه بجانب المدرسة اللي ناشدنا عليها، قلنا لكم هاي المدرسة مغلقة ما حد يقبل يستلمها، شوف النفايات هنا، منطقة سكنية هاي بيوت، وهذه هنا النفايات موجودة، هذا الفرع كله منطقة سكنية. هسه احنا هذا قلنا بالمدرسه، وهاي انا مصورها سابقا طبعا، بس شوفوا، فشوف هسه المكان الثاني، يعني هاي المحلات هنا اللي معروفه، هاي المحلات، وشوفوا هنا التله مال النفايات اللي صايره، هسه راح اشوفكم اياها، راح اتقرب من عندها وتصور. هاي المنطقه السكنيه، شوف هسه هاي بيوت بعدها ما مبنيه، شوف التله مال النفايات، هذه حرقوها تاثر على الكهرباء، هاي المحوله 250 اعتيادي مشطلين عليها، غير صفحه يعني من هالصفحه او من هالصفحه، بالنسبه للكهرباء تعبانه. هنا تجي على هاي النفايات بنص المنطقه السكنيه، هاي كلها بيوت، هاي كلها بيوت، وهذه مكب النفايات.
هاي طبعا حارقيها شوي لامية. هاي المدرسة المغلقة، وبصفها المدرسة الابتكار او ابن العربي يا عرب. شوف هاي النفايات، يعني هو هذا حال الشارع، يعتبر هنا شوية شارع تبليط، هذا بالشتاء ينتهي. شوفوا هاي النفايات على طول سياج المدرسة لحد المدرسة، ذيك هي المدرسة. هسه هاي مدرسة طبعا اللي قلنا لكم فيها ثلاث شفتات وذيك مغلقة. هنا طبعا اكو نفايات، تصير شايلين الحاويات حاليا. هنا عندنا المنظومة الكهربائية احنا نسميها. شوف هسه هذه شوف الوايرات، هذه كلها تشطيل احنا نسميها. هذا مشطلين وطنية مثلا، اذا طافي الوطنية بهاي الصفحة ياخذ منها الصفحة. هو هذه الاخطاء. هنا عندنا محولة وحدة، هذه محولة استراتيجية اشوفكم اياها. هاي المحولة تقريبا مغذية، يعني اقول لك ما ادري تريد تصدقون او ما تصدقون، اكثر من 300 بيت، اكثر من 300 بيت. ليش؟ شوفوا شبكة العنكبوت، هذا بورد مال مولدة، ماشي. فشوفوا الوايرات اللي هنا صايرة، ماكو ترتيب. زائدا ياخذون وطنية. هسه لو الكاميرا اني فوق العمود اشوفكم الاسلاك اللي ماخذة من الوطنية. يعني هسه هاي المحولة مغذية اكثر من 300، يعني الله لا يكذبني، اكثر من 300 بيت هاي المحولة وحدها، ودائما يصير بها عطل وما يسوونه. شوف هسه هنا، وهاي كلها تشطيل، هاي الكيبورد كلها تشطيل على هالصفحة. هذه شوف النفايات، هاي منطقة سكنية. هذا هسه السوق الرئيسي، هذا سوق قرية الانتصار الرئيسي، يعتبر الشارع اللي طلعنا على الشارع العام. شوف هسه هاي منطقة سكنية، هاي بيوت هنا كلها. شوف هاي النفايات اللي موجودة، يعني هو حتى اللي تجي اذا تريد تحاسب المواطن شلون تحاسبه اذا انت اصلا ما موفر له لا حاويات ولا خدمات. احنا من اهالي منطقة قرية الانتصار المنكوبة، لا خدمات بيها، لا مي، لا كهرباء، لا مجاري، والشغل مالنا كله توقف لان عدم دخول مواد البناء لهذه القرية المنكوبة. هاي نقطة. اكو نقطة ثانية عندنا، هاي مدرسة يعرب ثلاث شفتات الدوام، كل دوام مثلا الصباح ومن بعده 1150 طالب. ثانيا كل صف 70 طالب، اكو بين من الطلاب قاعدين بالقاع، ماكو رحلات اللي تكفيهم. وهاي عندنا المدرسة اللي بنوها مهجورة من 2011 ولحد الآن. احنا نرجو من الرؤساء الدولة ونطلب منهم طلب، اذن النفاية طالع مكدسة عندنا، ونطلب الكهرباء فدهم منتهية، وعندنا طلاب هم بالمدارس قاعدوا مكانات ماكو، ونطلب من عندهم المساعدة، ما طالبين في شيء ثقيل، تبليط الشوارع، نريد مي قليل علينا هنا، وسائط نقل قليلة للأمور، ما من كل الجوانب منتهي هنا مع الانتصار قرية الانتصار. والسلام عليكم. ما عندنا المي مجدول، يعني القطع ماله مجدول مثل الكهرباء، نريد حل، يعني ما معقولة اكو مي وبشهر محرم، ها، ويم ناس تحب الحسين واحنا مي ما عندنا. يعني هذا الحكي يصير، المي مجدول والله من 6 الصبح ل 12 انه بيقطعه، وبالليل ماي الطمي، يعني هسه هاي، يعني هذا، وعندنا ما ضخه، وعندنا ما يضخون مي انه، ومنطقه كامله، منطقه هسه تتصور عندكم وتشوفونها مي ما بيها مي. يعني هاي مساله المي، يعني شوفوا لنا حل، يعني نطالب المسؤولين يباعون علينا. يعني احنا عندنا نهرين دجلة والفرات ومي ما عندنا بمدينة المنطقة. من ناحية الخدمات، المناطق المحيطة بها كلها اجاها اعمار وجاها كذا، وكأنما احنا منسية، واحنا من اكثر عدد واكثر سكان من المناطق المحيطة بها كلها، كأنما تقول عبالك احنا جايين من الخارج. المهم احنا هاي المدة طلعنا على المظاهرات وظاهرنا، ومجلس البلدية ضام رؤوس اللي غادي، وما عندنا خدمات نهائيين، لا كهرباء ولا ماي ولا خدمات ولا مجاري، واحنا صارنا مظلومين، صارنا من السقوط واللي جاي ما شفنا مسؤول مر علينا، وهذول انتخبناهم، انتخبوا وراحوا بعد ما شفنا وجوههم نهائيا ما شفنا وجوههم. والناس بعد انتفضت، هي طلعت مظاهرة، ورحمة الله ان شاء الله المسؤولين اذا يشوفونا ويشوفون معاناتنا، المهم ينظرون بقضيتنا. بالنسبة للمنطقة، يعني منطقة محتاجة لها خدمات، هاي من 2003 ولهذا يومك يعني لا بها خدمات يعني تحت الصفر.
لا من مي لا كهرباء لا مدارس، هاي بس اللي قدامك مدرسة واحدة والعداد هائلة بيها. فإحنا نرجو من أو نطلب من الجهات المعنية أن تنظر لهذه المنطقة. ويبقى هنا السؤال، من سيستبق ويقدم تلك الخدمات التي تظاهر من أجلها سكان المنطقة مطالبين بحقهم الشرعي، حيث أعطى المتظاهرون مهلة للجهات المسؤولة إلى يوم الجمعة القادم المصادف 2 آب، فعلى الحكومة توفير الحياة الكريمة التي يستحقها المواطنون. على الربيعي من قناة عراق سكاي.